السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الرياضية أبدأها بأبرز العناوين. لجنة المسابقات توجه إنذارا نهائيا لإدارة نادي النجف. 18 ناديا يتفقون لمناقشة أخطاء الحكام في اجتماع خاص. إدارة الحدود تقبل استقالة مظفر جبار وتعين عمار حسين بديلا عنه. أهلا بكم. أصدرت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم عددا من القرارات لمعالجة المخالفات والمشاكل التي ظهرت أثناء إقامة مباريات الدوري الممتاز. وقررت اللجنة مفاتحة اللجنة الأمنية التابعة للاتحاد الكرة لمعرفة سبب تأخر بعض المنسقين الأمنيين وتهاون البعض الآخر مع دخول عدد من الجمهور، بالإضافة إلى توجيه تعميم إلى الأندية المشاركة في منافسات الدوري الممتاز بإرسال قائمة بأسماء أعضاء الهيئات الإدارية والضيوف على أن لا تتجاوز 10 أسماء لكل فريق. كذلك قررت توجيه إنذار نهائي لإدارة نادي النجف بضرورة عدم السماح للجمهور بالدخول، وفي حال تكرارها سيتم حرمان النادي من اللعب في ملعبه بنقل مبارياته إلى ملعب آخر. اختار الاتحاد الآسيوي البحرين أرضا لاستضافة مباريات مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا. على غرار دوري أبطال آسيا، ومثل ما كان متوقع، كورونا أجبرت الاتحاد الآسيوي على إصدار قرار بإكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر وكأس آسيا في الصين بنظام التجمع بدلا عن الذهاب والإياب، وعلى أن تكون المواعيد في شهر حزيران القادم في دولة البحرين التي نجحت باستضافة المجموعة بعد موافقة المنتخبات المشاركة ومنها منتخبنا الوطني على استضافة المنامة للتجمع الذي كانت البصرة تنافس على استضافته مع طهران، لكن الكفة مالت لصالح البحرين. العمل الآن على تأهيل المنتخب الوطني بالأشهر الثلاث القادمة وصولا إلى المباريات الرسمية، إذ من المؤمل أن يخوض المنتخب لقاء وديا أمام المنتخب الأوزبكي نهاية الشهر الجاري في مدينة البصرة وضمن أيام الفيفا داي، على أن يدخل قبلها في معسكر تدريبي في العشرين من ذات الشهر في المدينة الرياضية الأسود تحت قيادة كتنج في موعد جديد للدفاع عن حلم التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم في قطر والحفاظ على صدارة المجموعة التي تضم إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا. عماد الركابي، العراقي الرياضية. اتفقت إدارات 18 نادية من الدوري العراقي الممتاز على اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها البطولة. وقال مشرف الكرة في نادي زاخو طه عبد الحكيم إن الأندية اتفقت على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأخطاء التحكيمية القاتلة التي رافقت المباريات، وسيتم رفع تقرير من الاجتماع للهيئة التطبيعية. وأضاف أن هناك إجماعا من الأندية على أن عمل لجنة الحكام غير مقنع وأن كثرة الأخطاء دليل واضح على ذلك، وسنرفق تفاصيل دقيقة عن الأخطاء إلى اللجنة التطبيعية لتتخذ القرار المناسب في الموضوع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مشرف فريق زاخو طه عبد الحكيم. أهلا بك كابتن. ما الذي يمكن أن ينتج عن مقررات بعد الاجتماع؟ تفضل. السلام عليكم أستاذ ضياء، تحياتي لك. طبعا عليكم السلام. أعتذر
يعني ما سمعت شويه كانت الشبكه مو زينه، ممكن تعيد السؤال الله يخليك؟ يعني استاذ طه سالتك ما الذي يمكن ان ينتج عن قرارات بعد الاجتماع؟ اي اجتماع؟ يعني قلت لك ما جاي اسمع، يعني تسمعني او لا؟ لا انا اسمعك بس قلت لك بالبدايه ما كنت اسمع الشبكه مو زينه يعني. قصدك على اي اجتماع تقصد؟ الاجتماع الطارئ الذي سيعقد خلال الايام المقبله لمناقشه الاخطاء التحكيميه. الاجتماع اتفق تقريبا 18 نادي اتفق راح نسوي جدول اعمال ونتفق على اجتماع، يعني بالنسبه اكيد بتشوفون الاخطاء التحكيميه والامور اللي بتصير، فعندنا اجتماع ان شاء الله الايام القادمه طبعا قريبا راح نسوي جدول اعمال، هو راح يكون مناقشه الاخطاء التحكيميه لجنه الحكام دائره الحكام، يعني يكون يعدونا شو يعني مشاكل تفصيل مال المدربين جاي تغير مدربين، ادارات تغيرت، الانديه غيرت مدربين لاعبين كلها جاي تتغير، بس اصلاح بس هاي المشكله يوم عن يوم يوم عن يوم تزيد مشكله الحكام، تسالهم ما يخلوك، يجون هم دائما يدافعون على الخطا، يعني المشكله انت الحكم يخطا وانت تجي تدافع عليه، الحكم يخطا وانت تجي بالتلفزيون هذا والنوبه تخليها براس المسكين، البارحه مشكله تصير بسيطه شوف اكو حكام انظلمت مثلا، اكو قرارات صحيح مثلا مو بلوت المباراه قرارات فيها مباراه صحيح، بس هاي مو مشكلتي، هم اللي يعرفون يحلون، انا كرجل اداري اذا عندي مشكله بالفريق اعرف شلون احلها، بس انا مشكله الحكام ما اعرف احلها، هم دائره الحكام لجنه الحكام هم يعرفون يعني يحلون هذه المشكله، والحكم هم عليه لوت كل اربع ايام مباراه، يعني عم يكون بشر اكيد راح يصير تركيزه قليل، راعي هسه اللاعب مثلا من يتعب جاي مبدله، الحكم اذا يتعب 90 دقيقه ما له تبديل، فهاي اكثر ايضا ظروف جاي تاثر على الحكام. طيب كابتن، تعتقد ان القرارات او المقترحات سيكون لها صدى في الهيئه التطبيعيه ام ستواجه بالرفض؟ كابتن احنا 18 نادي، احنا اللي يعني احنا اصحاب الشعر، يعني مو مثل تقول تواجه رفض، احنا مو ضد، احنا اكو مشاكل لازم يحلونها، اذا ما يحلون لازم تنحل، يعني 18 نادي مو قليله، يعني هو هذا الدوري العراقي 18 20 نادي، من ال 20 نادي 16 نادي اللي راح يحضرون، يعني مو مثل احنا مو ضدهم ولا هم ضدنا، يعني هم لازم يشتغلون، هم جهد الهيئه التطبيعيه ولجانها كلها موجودين بالاتحاد حتى يخدمون هذا الدوري العراقي، اذا بلا يعني ايش راي اسمه؟ هم موجودين لكي يخدمون الرياضه العراقيه والانديه العراقيه. فهي مو شغله ضد وشغله هاي الامور، لا بالعكس، احنا عندنا نقاش سلمي، اجتماع سلمي، وراح نرفع كتاب باسم الكل نرفع للهيئه التطبيعيه ولجنه الاحكام، يعني مو فد شيء ضد او يقبلون ما يقبلون. اذا مشرف فريق زاخو طه عبد الحكيم كنت معنا عبر الهاتف، اشكرك شكر جزيل. اتهم عضو الهيئه الاداريه لنادي القوى الجويه ماجد الساعدي لجنه الحكام في الهيئه التطبيعيه بالاهمال والتغافل بعدم تواجد حكام اضافيين خلف المرمى في مباراتهم امام الصناعات الكهربائيه. وقال الساعدي في بيان ان هذا الموضوع مخالف للوائح الاتحاد الدولي فيفا، سيما وان فريقه متصدر لجدول الترتيب وكل مبارياته مهمه، مبينا انه لو تواجد الحكام الاضافيين خلف المرمى لغير الكثير من مجريات اللقاء بعد حالات مثيرة للجدل، أولها ضربة الجزاء التي لم تحتسب لفريقه في الشوط الأول والإنذار المجاني بحق اللاعب حمادي أحمد والذي سيحرمه من اللعب في المباراة المقبلة أمام الزوراء. إلى ذلك طالبت الهيئة الإدارية لنادي القوى الجوية بتوفير طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباراة الكلاسيكو أمام الزوراء يوم الخميس المقبل لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز. وقالت إدارة القوى الجوية في حديث للعراقية الرياضية أنه بعد الأخطاء الكبيرة من قبل الحكام في الجولات الأخيرة طالبوا الهيئة التطبيعية بطاقم تحكيم أجنبي تلافيا للأخطاء التي تحدث، خصوصا أن المباريات المقبلة مهمة للفريق. طالب رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بوجود طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الديوانية والشرطة في دوري الكرة الممتاز.
قال العنكوشي في بيان إن الديوانية والشرطة أخوة في الرياضة، لكنه طالب الهيئة التطبيعية بطاقم التحكيم الأجنبي لمباراتهما التي ستقام ضمن المنافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز. وأضاف أن هذا الطلب يأتي لأنهم متأكدون من الظلم التحكيمي وتكرار أحداث مباراة زاخو المؤسفة، سيما وأن الدوري الموسم الحالي شهد أخطاء تحكيمية كبيرة وأثرت على نتائج المباريات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية السيد حسين العنكوشي. أهلا بك أستاذ حسين. بداية، هل تعتقد أن طلبكم منطقي وقابل للاستجابة من قبل لجنة الحكام؟ تحية طيبة لحضرتك ولجميع مستمعي ومشاهدي قناة الوطن. بصراحة نشعر أنه بدأت الصافرة التحكيم العراقية تفقد رونقها الآونة الأخيرة. كن بصراحة احنا دائما نجد أنه الحكم العراقي مبدع على المستوى العربي والآسيوي، لكن بالآونة الأخيرة وأعتقد أحداث كورونا فيروس يمكن أثرت كثيرا على واقع التحكيم بالعراق، لأن ما نشاهده من أحداث مؤسفة في ملاعبنا الكروية هو نتائج بصراحة غير مقبولة وغير معقولة. كون الأندية اليوم متعاني من أزمات مالية ضخمة في ظل ظروف قاسية وظروف اقتصادية صعبة، وبالنتيجة اليوم الحكم العراقي والصافرة العراقية بدأت تذهب هذه الجهود أدراج الرياح بسبب أخطاء تحكيمية قاتلة وفي مباريات عديدة وفي مواقف كثيرة. لهذا احنا طالبنا الأخوة في الهيئة التطبيعية أنه نادي الديوانية يتكفل بأجور ومصاريف وتكاليف الحكم الأجنبي بسبب واحد فقط، أنه الشعور بالعدالة هو أمر مهم جدا، والشعور بالمساواة أنه أمر مهم وبالغ الأهمية. احنا بنشوف أخطاء تحكيمية دائما تذهب لطرف معين، بصراحة هذا أمر مؤسف. واليوم عالم كرة القدم والرياضة هي الروح وهي الفعاليات وهي أشياء إنسانية وأشياء جميلة جدا أن تكون المنافسة فيها نبيلة. احنا اليوم دا نشعر أنه صافرة التحكيم العراقي بدأت تكون مع طرف آخر، خصوصا أندية المحافظات. أندية المحافظات اليوم تعاني، هذه لغة الخطاب اللي احنا نتحدث بها. بصراحة احنا متأسفين أن نقولها ونتكلم بها، لكن هذه الحقيقة اللي دا نشاهدها. وحاليا احنا عندنا قرار من 19 نادي، من أصل 20 نادي حصلت الموافقة أن يكون لدينا اجتماع طارئ بسبب الأخطاء التحكيمية، أخطاء تحكيمية بالجملة. نتمنى إعادة النظر بوضع التحكيم، خصوصا احنا نعرف التحكيم اليوم بيعاني من ظروف صعبة، اعتقد من رواتب، من مستحقات مالية، لكن هذا ما يعني انه تكون جزء اساسي من الفشل وتكون جزء اساسي من الضرر اللي يلحق الأندية. استاذ حسين، سألتك تعتقد ان طلبكم هذا منطقي وقابل للاستجابة من قبل لجنة الحكام؟ يعني اعتقد هذا الامر موجود في كل الدوريات، يعني هذا الامر موجود في دول الخليج اللي هي دول مجاوره وجيران اعزاء، موجود انه يجون تجي مدربين وحكام من دول اجنبيه ومن دول عربيه اخرى للتحكيم في الدوريات هذه، واحنا بالنتيجه ثقافتنا ولغه حوارنا لا تختلف عن هذه الدول او هذه الانديه، وبالنتيجه احنا اذا كان وضع تطبيعيه غير قادر على توفير هذا الشيء ماديا، احنا قادرين على توفير هذا الشيء. احنا نتكفل بكل المصاريف من اجل ان نبعث رساله جوده ونوعيه لملاعب كره القدم بالعراق، خصوصا الحكومه العراقيه والدوله العراقيه انفقت اموال طائله لبناء ملاعب تليق باسم العراق، وخصوصا اليوم العراق بعد زياره البابا فرانسيس ليس كما بعدها. بالنتيجة اليوم العالم يشاهد العراق من منظور آخر، العالم اليوم يتابع العراق من واقع أفضل، العالم ينظر للعراق أنه بدأت الحياة تعود إليه من جديد. لهذا أن تكون وتعرف حضرتك الرياضة هي رسالة سامية تصل لجميع الشعوب، لهذا نحن نتمنى من الأخوة التطبيعية أن تجذب لنا الحكام أو تستخدم تقنية الفار. تقنية الفار ممكن استخدامها بسهولة جدا، خصوصا في ملاعب
في ملاعب الدولية مثل ملعب الشعب، مثل ملعب كربلاء، ملعب النجف، ملعب البصرة. هذه الملاعب الدولية ممكن تستخدم بها تقنية الفار، وبنتيجة حتى الأندية تشعر بالاطمئنان، تشعر بالعدالة. احنا اليوم كل مباراة راح نلعبها احنا اول ما ماسكين ايدينا على قلوبنا انه راح تكون بصراحة هناك ظلم، وهذا اللي نشوفه دائما وفي كل مرحلة من مراحل الدوري العراقي. استاذ حسين، استثمر الاتصال معك ونسألك عن اخر استقطابات نادي الديوانية من اللاعبين الاجانب. احنا بصراحة يوم امس وصل الساعة 2 فجرا لاعبين 2 المحترفين، اللي هو نيدا لاعب المهاجم البوسني، وبودغان اللي هو اللاعب منتخب صربيا. البارحه وصلوا للارض الوطن، وان شاء الله اليوم راح يباشرون تدريبات التريننج واستعداد لمباراه اربيل ثم مباراه القمه مع نادي الشرطه. استاذ حسين، دعني هنا نصفك ويصفك بعض الاعلاميين بصاحب التصريحات الناريه، تصريحاتك هذه كيف تعتقد استجابتها من قبل المعنيين في هذا الامر؟ بصراحه انا يهمني اسوق اسم نادي، واحنا نجحنا من نادي فقير، نادي يعاني من شراء قالب الثلج، نادي يعاني من التنقل بين محافظه ومحافظه، نادي يعاني من كل الازمات، من كل الاشياء. اليوم نادي الديوانيه نادي معروف في الخليج، في مصر، في العراق، عند 40 مليون عراقي الكل يعرف نادي الديوانية. هاي خطوة مهمة جدا لتسويق ناديك. كنا نعاني أن أي لاعب من بغداد يجي للديوانية، خصوصا اللاعبين المميزين. لا، اليوم أي لاعب يرغب ويتمنى أن يكون جزء من نادي الديوانية، وبالنتيجة بصراحة يعني صح بيها بعض التصريحات وبعض المواقف فيها أشياء سلبية، لكن الهم أنه كيف نسوق نادينا، كيف نقدر نحقق نتيجة إيجابية من هذا التسويق. تعرف حضرتك نادي الديوانية اليوم هو النادي الوحيد في العراق، هو نادي استثماري، كون رئيس هذا النادي هو رجل أعمال، ونتيجة استثمر ملعب النادي لتشييد ملعب إن شاء الله راح يكون جديد، زائدا راح يكون مدرسة كروية. فأنت لازم تحتاج للتسويق حتى الناس تكون قريبة عليك وتجي إليك. إذا ما كنت أنت موجود بالصورة ما راح الناس تكون عندك. احنا بدنا نشتغل بسيستم شوية متطور، ان شاء الله من خلاله نقدر نحقق هالشيء، حتى نقدر نخلق هذا النادي من نادي رياضي الى نادي اجتماعي رياضي، يكون مؤسسه بحد ذاتها ويحقق انكم دخل من نفس النادي، بدل الاعتماد على الدوله وعلى موارد الدوله وجعل الدوله بقره حلوب والاستفاده من مواردها الماليه. اذا كل التوفيق لكم استاذ حسين العنكوشي رئيس الهيئه الاداريه لنادي الديوانيه، اشكرك شكر جزيل. بثلاثة أهداف لهدفين في دور الكرة الممتاز، وسبق لجبار تقديم استقالته بعد المباراة أمام الميناء، لكن إدارة النادي رفضتها وأعربت عن تمسكها بخدماته وعاد مظفر لتقديم استقالته، وقررت الإدارة قبولها احتراما لرغبته. هذا وأعلنت إدارة الحدود تسمية مدرب فريق نفط البصرة السابق عمار حسين مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل. عقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان اجتماعا حول وضع الفريق والنتائج المتذبذبة، وخرجت بمجموعة من القرارات، حيث تمت الموافقة على استقالة المدرب رزاق فرحان والمدرب المساعد جبار هاشم. هذا وقررت الإدارة خصم 20% من قيمة الدفعة الأخيرة لعقود اللاعبين، وكذلك تم تعيين عدي اسماعيل مدربا جديدا لفرسان المملكة لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، مع تجديد الثقة بالجهاز المعاون المتألف من مزهر رحيم وسلمان عبد الحسن وأحمد عبد الرضا مدربا للحراس. وبينت الإدارة عن تشكيلها لجنة فنية مختصة لمتابعة أمور الفريق. دعت إدارة نادي الطلبة أعضاء الهيئة العامة إلى حضور المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في قاعة فندق بغداد لقراءة التقريرين المالي والإداري والتصويت عليهما. وأكدت الإدارة على الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي نظرا للظروف الصحية
وما يمر به البلد والعالم من وباء فيروس كورونا. هذا ويشهد نادي الطلبة خلافات دعت الجمهور إلى الخروج أكثر من مرة في تظاهرات أمام وزارة التعليم العالي الذي يرتبط بها النادي المطالبة باستقالة الهيئة الإدارية. سمى الاتحاد الآسيوي بكرة القدم طاقما تحكيميا عراقيا لقيادة إحدى مباريات التصفيات المزدوجة. وقال رئيس لجنة الحكام في التطبيعية علاء عبد القادر إن الاتحاد الآسيوي سيستعين بطاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة طاجكستان ومنغوليا في التصفيات الآسيوية، مضيفا أن الطاقم يتألف من علي صباح حكما للساحة وحيدر عبد الحسين مساعدا أولا وأمير داود مساعدا ثانيا وزيد ثامر حكما رابعا. يذكر أن المباراة ستقام يوم 25 من آذار الحالي. إلى أخبار الكرة الطائرة، حيث حقق فريق غاز الجنوب فوزا مهما على فريق الشرطة بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الدورة الثالثة من التجمع الثاني لدور الطائرة الممتاز. وفي مباراة ثانية تغلب فريق البيشمركة على الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. يذكر أن منافسات الكرة الطائرة تقام في أربيل. ضمن منافسات الدوري الرابع من المرحلة النهائية للدوري العراقي لكرة اليد، حقق فريق الفتوة فوزا على السليمانية بسبعة وعشرين هدفا مقابل 20. وفي المباراة الثانية تغلب فريق الجيش على كربلاء بتسعة وعشرين هدفا مقابل 27. وفي المباراة الثالثة فاز فريق الشرطة على القاسم بتسعة وثلاثين هدفا مقابل 25. أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تأسيس مركز تدريب للاعبين ذوي المواهب من طوالي القامة في العاصمة بغداد. وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد إن المركز يقتصر على احتضان طوالي القامة الذين يمتلكون مواصفات لاعب السلة المثالي كون اللعبة تحتاج إلى لاعبين طوال بإمكانهم مواجهة المنتخبات القوية مستقبلا، موضحا أن الهدف من المركز هو احتضان اللاعبين ذوي المواهب بأعمار صغيرة وتعليمهم على أسس وقواعد اللعبة ليكونوا بعد سنوات رافدا للمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن المركز سيولي اهتماما خاصا من قبل الاتحاد وسيوفر كل احتياجات اللاعبين وتسمية مدربين في أعلى المستويات للإشراف على المركز. مشاهدينا، النشرة مستمرة وتشاهدون فيها.